مكملين معكم مشاهدينا الكرام، وبفقرتنا التالية رح نحكي عن بيت الشباب والثقافة اللي بتكرم الشاعر الراحل أنطوان رشدان يوم الجمعة بواحد حزيران. لنتعرف أكثر على الشاعر رح أترككم تشوفوا هالتقرير وبعدها منكمل معكم فقرتنا. الشاعر أنطوان ملحم رشدان في صربة في 23 تشرين الأول عام 1944. بدأ بكتابة الشعر في العقد الرابع من عمره، حيث كان يطلب منه أن يقف خطيباً على عدة منابر في مناسبات عديدة في صربة وكسروان. وعبر السنين كتب العديد من القصائد قبل أن يقرر جمعها في كتاب، فوقع كتابه الشعري الأول جوني العطر في قاعة بلدية جوني في 6 شباط 2003، حيث نال درع تكريم من لجنة التكريم والإبداع الوطني في حاكمية اللايونز، وحاز على عربون تقدير من بلدية جوني للمناسبة نفسها. كرم للمرة الثانية في حفل أقامته اللجنة الثقافية في رعية مرجرج الصربة في 4 نيسان 2003، حيث حاز على عربون تقدير ووفاء. وقع الشاعر أنطوان رشدان كتابه الثاني صخرة النحلة في صالون كنيسة مرجرج الصربة في 1 نيسان عام 2004، وفي 8 شباط 2008 وقع ديوانه الثالث عناقيد الثلج. غدره الموت في 13 شباط 2010. ويعود الشاعر أنطوان رشدان اليوم في عرس شعري يتوجه ألحان وأصوات كل من السوبرانو كونسويل الحج والفنان جوزيف جبور في الألبوم التكريمي ثورة وعطر. أصدقائي المشاهدين، رح نتعرف على ابنه السيد ملحم رشدان والملحنة والموسيقية كونسويل حاج، واللي هن ضيوفي بهالفقرة ليخبرونا أكثر عن هالتكريم. صباح الخير كونسويل. بونجور. بونجور ملحم. بونجور. أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا. ميرسي. أنتوا كنتوا ورا هالتكريم، وبالمناسبة يعطيه ألف عافية، يعني كنت عم شوف نشاطاته. اسم الله عليك يا ملحق. نعم، كتر خير الله. كان بين نتاجه الشعري كبير، وبالصدفة أخبرك القصة وراها، أنه كانت هي أمي أجنبية من جنسية فلبينية، كانت ما بتعرف تقرأ عربي، وكانت مكدسة أشعاره برا، افتكرت أنه هولي ورق قديمة. وبيجي عمي المرحوم حبيب رشدان بيقول لها شو عم تعملي يا أدنى؟ بتقول له أنه هولي ورق قديمين هيك، قال له هولي أشعار جوزيك وهيك. وبيجي بيحكي بيه بقول له انه انا عندك هالنتاج كله، ليش ما بنحطهم بكتاب؟ وفعلا اول كتاب، اول مولود لبيي كان هو جوني العطر، وهيك سنه ورا سنه قدر يحقق ثلاث دواوين. ثلاث دواوين اللي هن جوني العطر وعناقيد الثلج وصخره النحله. نعم. هو هن كتبه. نعم. من اي عمر بلش يكتب شعر؟ يعني بالعقد الرابع من عمره، يعني كان هو تاجر ألبسة نسائيه، وكان يقعد بالمحل ويجرب يكتب وهيك. وسابت كان في كان في مناسبه، هو كان دائما يدعى الى مناسبات بالضيعة صربة او بجونية تا يلقي خطابات او تقدم البرنامج. فسالهم للشباب اللي طلبوا منه أنه بيسوى أنه ألقي شعر، وكانت أول تجربة لإله أنه ألقى فيها شعر، وهيك ابتدأ المشوار. عطول أول تجربة بحياة الفنان بتكون تجربة عفوية. نعم. بيكون قاعد بين أصحابه، لنقول الفنان مثلا بغني بيشجعوه. نعم. وهذا يمكن اللي عم تذكره هلأ. كونسويل، بدي أنتقل لعندك لنحكي عن التكريم. أنت وملحم ومعكم أيضا أستاذ جوزيف كنتوا وراء هالتكريم، خبريني أكثر الفكرة، كيف فكرتوا فيها، كيف جربتوا تطبقوها؟ أنا تعرفت على أنطوان رشدان لمدة سنتين، ومن بعد ما توفى ترك لنا هالكتب، فأنا تعمقت بقراءتهم. وفجأة أنا وعم بقرأ كتاب من هالكتب خطر عبالي أنا كموسيقية انه ما بصير تكريم للشاعر أنطوان رشدان ومنغني القصايد تبعوله. فعرضت الفكره على ملحم وحب كثير الفكره، وقررنا من وقتها نشتغل على الموضوع. وحبيت يكون في شخص معي يساعدنا بالالحان اذا بركي ما طلع معي انا الحان، فما فكرت الا بجوزيف جابور صديقي كمان معي بالكونسرفاتوار وانسان كثير موهوب،
وإنسان محب للشعر، كتير بحب الشعر، فكتير انبسط ودغري حط إيده معنا واشتغلنا. فضمنتوا ثلاثتكم لا يطلعش. بدي بس أعرف المشاهدين أكثر على أنه أنت خطيبته لابن الشاعر الراحل ملحم واللي أنت ضيفنا هلأ. قليل للكنة تفكر تعمل شيء لعمه ولا بيت عمه. إذا كسرت القاعدة؟ إذا بيستاهلوا ليش لا؟ أنا عندي حب للعائلة كتير عميقة، وأنا بكل ذكريات العائلة لو ما كانت موجودة بس بحس حالي جزء من العائلة، لأنه هن مرحبين فيه بطريقة كتير حلوة. ونحن أيضا اليوم عم نرحب فيك. مرسي مرسي. ملحم، بدي أنتقل لعندك، بدي منك تسمعنا شي شعر للراحل أنطوان رشدان. نعم. وأنا وياك حكينا تحت الهواء إنه أنا حبيتها تكون لبيروت. إيه. في قصيدة لبيروت وهي اسمها بيروت، إذا بدك بيروت يا همي. بيروت يا همي يا قبلة أمي، ضمي ذراعيك سترا لنهديك، رجا مخديك في غيه ضمي. بيروت يا همي يا قبلة أمي، في ذروة الغضب أم ذروة الطرب، يا ومضة البرق مجنونة الشرق، شرقية العرق دهاسة السم. بيروت يا همي يا قبلة أمي، عصفورة المدن في نحلة البدن، ألا ثب انطلقي للقمة الألق، حذار تنزلقي للحزن والغم. بيروت يا همي يا قبلة أمي، يا أخت لا تجدي أرجوحة المجد، يأتيك من غرب الوحش في أدب، ناهيك عن عرب للفرز والضم. بيروت يا همي يا قبلة أمي. شو حلو شو حلو، يسلم هالتم وتسلم هالإيد اللي كتبتها. نعم. كونسويل، بدي انتقل لعندك. كموسيقية وكصبية بتغني أوبرا وعندك حب للتلحين، كيف شفتي أشعاره؟ أنا كتير كتير حبيت أشعاره لأنطوان رشدان، خاصة انه اشعار متنوعه، يعني بهالثلاث كتب حيلا موضوع، ان كان اجتماعي ان كان سياسي ان كان حب. حلو. ان كان زعل انتقام حزن فرح عن الطبيعه، يعني شامل. مزبوط. ارض وطن غزل هجاء. مزبوط. باقه من الورود الجميله، هيدا الحلو انه متنوعه، هيدا اكثر شيء فيني اقوله، وجميله جدا. ملحم، عندك فكره بمين كان متاثر بشعره؟ يعني هو كان بي يتأثر بالوضع أكتر شيء، كان عنده حس وطني كبير، كان ضد الارتهان للخارج، كان ثورجي أو ثائر إذا بتحبي نقول، لأنه كان يثور ضد الوضع السياسي للغلط، كان يثور ضد الوضع الاجتماعي، يثور ضد الفقر، يثور ضد مواضيع مثل لعب القمار، كان معروف بحس الوطني وكونه ثائر وناقم على أي شيء خطأ في الوطن، على كل شيء شواذ يمكن. نعم. 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 كونسويل، إذا بدك تخبريني عنه، هو عم يحكي عنه هلأ يمكن ما كتير الناس رح تقول اف هالقد، يمكن لأنه ابنه. إذا بدي أحكي معك أنت تخبريني عنه بكلمات، شو بتقولي له؟ إنسان جبار، إنسان ذو شخصية كتير قوية وصلبة، إنسان عفوي وصريح لدرجة الوقحنة، ما عنده حل وسط بالأمور، يا أبيض يا أسود، وهذا كله تميزت أشعاره فيه، يعني في صراحة قوية بأشعاره، في نقمة على المجتمع، على الإفات الاجتماعية، على حتى السياسية، في زعل وتعب على لبنان كمان تجسدت بقصايده، ويمكن محبته للبنان يمكن لقاها، لأنه مثل ما شفنا بالتقرير تم تكريمه عدة مرات. نعم نعم. وهذا هلأ هيدي فرصة جديدة. أنا بحب أشكر بيت الشباب والثقافة بمديرتها إليان فرسان، بحب أشكر وزير الإعلام الأستاذ وليد الدعوق لرعايته للحفل، بحب أشكر مستشاره أندري أساس، وبحب أشكر ماريو ناكوزي اللي قدر يوزع الألحان بطريقة ممتازة، يعني غير أنه بيكون الشاعر بي. أنا لو ما بعرف الشاعر كنت أكيد حبيت الأغاني، وإن شاء الله بألبوم ثورة وعطر بواحد الشهر اللي هو قريب كتير، أنه نشوف ودوقه الشعر بطريقة مميزة. خبرني أكثر، هو ألبوم أنت حطيته بقلبه كسدي، حطيته بقلبه كل الشعر؟ هن 10 قصائد
اختاروا منا كونسويل وجوزيف خمس أشعار كل واحد منهم ومواضيع مختلفة. يعني موضوع بيحكي عن آفة اجتماعية هي لعب القمار، موضوع وطني عم نحكي عن بيروت، عم نحكي عن السياسية اللي عنده ممارسات خاطئة للوطن وللشعب. يعني هيدا إلى الحصة الأكبر. الحصة كمان الكبيرة كمان لأنه اسم الألبوم ثورة وعطر، ففي خمس قصائد تقريبا عن الحب. في أغنية ثقتي بك اللي لحنها جوزيف جبور، في ناطر حبيبي، في عيونك نور، في سابع سما، في كل هالأغاني اللي بتقسم بين الثورة والعطر، وهي بالأحرى السياسة والاجتماعيات والحب. فهيدا اللي بيميز السدي. يمكن حديثنا عنه هلأ كتير جذب المشاهدين لشخصيته وأيضا يمكن لامتلاك كتبه وأيضا حضور تكريمه. كونسويل خبرينا عن التكريم أكتر، وين وأي متى أي ساعة؟ التكريم هو بيكون نهار الجمعة 1 حزيران بالقصر البردي ببيت الشباب والثقافة زوق مكايل الساعة 8 عشية، ودعوة يعني عامة لكل اللي بحبوا يشرفونا على التكريم، أهلا وسهلا. ونحن من ضمننا صوتنا لصوتك، وبندعي كل المشاهدين ايضا للمشاركه. مشكور. انا كثير بدي اتشكر حضوركم، يعطيكم الف عافيه على هالانجاز، وتحيه كثير كبيره للراحل. شكرا لكم. شكرا لكم كمان. ميرسي.